السلام عليكم. نسمع عن البجع السوداء، فما قصة البجع السوداء وما مفهومها في العصر الحديث؟ البجع السوداء لها مفهوم مختلف، ألف منها فيلم وكذلك طبع منها كتاب أثار ضجة إعلامية. كان الناس في أوروبا يظنون أنه لا يوجد من البجع إلا اللون الأبيض فقط، وكان هذا شائع عندهم حتى أنهم كانوا يقولون، فإذا أراد أحدهم أن يعمل عملا يقولون له مثل احتمال وجود البجع السوداء، يعني أنه مستحيل الحدوث. في أحد الأيام اكتشف أحد العلماء وجود بجع أسود في أستراليا، فأصبح البجع الأسود يضرب مثال على إمكانية حدوث المستحيل. البجع السوداء تعني وقوع أمر غير متوقع وغير مخطط له، مما يسبب إرباك للآخرين وتأثير على مخططاته. نسيم طالب كاتب لبناني وهو عالم في الاقتصاد ألف كتاب بعنوان البجعة السوداء، حاول ينشر هذا الكتاب في أحد الصحف اللبنانية، جميع الدور رفضت نشر هذا الكتاب. لما وصل للغرب أثار ضجة إعلامية هذا الكتاب. فكرة الكتاب تقول أن كل الأحداث اللي جرت في التاريخ وغيرت مجرى التاريخ لم تكن متوقعة، وضرب أمثلة على ذلك. الحرب العالمية الأولى لم تكن متوقعة، حتى أن أسوأ المتشائمين لم يكن يتوقعها. كذلك الربيع العربي والإنترنت والكمبيوتر وكيف غيرت مجرى التاريخ وكيف أثرت على شركات العالم أجمعين. البعض يظن أن أمريكا والدول الغربية ترسم المستقبل بالقلم والمسطرة، وهذا غير صحيح. هم كذلك تفاجؤوا بما وقع في المستقبل، حتى أن أحد منهم لم يتوقع أن تتكون منظمة اسمها داعش. يقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.